الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايلهم عشانك يا يمكنكم الآن مشاهدة جميع حلقات هذا المسلسل على موقع وتطبيق تلي. حياكم الله يا جماعة. حياكم الله يا ابو شرفتونا والله شرفتونا. انا اعتبر يعني لكم يعني ما امدح نفسي، اعتبر نفسي العمود الفقري. صحيح صحيح. هالمكان وهالمنطقه والديوانيه وفي هالوزاره هذه. صحيح صحيح طلع. تدري لو هذا العمود الفقري مالنا احنا الثلاثه عيل ينكسر من اول يوم. ايه وليش ما يقعد عندك شيء كنا قاعد بحوض؟ ما ادري سحبه خلي قاعد له ورا شوي. الجو ما شاء الله عجيب اليوم. اي نعم طال عمرك. قبل فتره ماشي بالسياره كذي وتصير السما لونها احمر نفس لون دشداشتك. صح 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 طال عمرك. فعلا فعلا صاج صاج انا لاحظت حتى كنت اشوف دشداشتي واشوف السما استغربت قلت شو الصدفه. توقعت قلت عاصفه امطار اخر شيء لا عاصفه ولا امطار. طلعت حفله حق محمد عبده. اي شيء يقول يضحكون. زين هذول ليش هذا لابس ابيض وذاك لابس ابيض والبنص ازرق اللي قال عنه؟ هذا مو عبط مسوين كذي. ليه؟ هذا شفت لك صغير هذا ختم يعبونه حبر من الدشت هذا بين يقطع الورق حق هذا. يعني هذا قاعد فوق المكتب؟ ايه فوق المكتب. ما عنده كرسي بالمكتب. يعبي حبر من الدشت هذا ينط على الورق ويتمشى. بعدين خليه يقول له ليش رسمي له لحيه؟ خير اسمه له اسد شيء. يودون الترفيهيه وبعدين يجي الدوام. ايش حق طال عمرك قول لهم سافرت للبحرين. انا اقول لك هو ذكك بالشهاده. اي سوالف لسان اي كوكس داخل. انت يببت ولا سولفت؟ لا قاعد سولي مع طال عمره. قاعد مع طال عمره. لا تقاطعونه. هذا مره طال عمرك. طال عمرك انت طال عمرك. طال عمرك الله يسلمك. اشتريت مره طبعا يكرم السامع ويكرمون الثلاث اللي على يميني. حق الله خير. فقط لا غير. هذا اشتريت شنو؟ جوتيين ايه؟ اي نعم. واحد 45 والثاني 40. اكيد لبست 43 ما ادري 44 وال40 ايش سويت فيه بعده؟ كاهو ال40 ايه اي لا مو قاعد يمك. لا قصه خلاها 20 ولبسها يا شوف. اسلم طال عمرك. هذا جوتيه مو اللي يبونه هدايا اللي راحوا سافروا تايلاند يبون جوتي صغير. صح صح بل يحطون على المكاتب. انت ليش لابس الشرشف؟ اطلع البس كمبل تايجر كذي وقطره وعقال فوق وامشي. سكت عن العالم. هذول ربعك انت طال عمرك. قول سافر البحرين. انا اقول لكم صحت البحرين. تفضل طال عمرك. وين اي ديره؟ البحرين. البحرين ليش رافع حاجبك يكون يعني زين؟ البحرين. الظاهر صاير بينهم شيء هناك. خلنا نسمع السؤال. انا اقول لك تفضل طال عمرك. قاعدين مره بمطعم هني بالسالميه. اي بالسالميه؟ اي نعم. عادي القرصان قلت تعال عطل المنيو. يطلبون شنو؟ شنو؟ عادي وجبات كذي. يطلب المنيو. المنيو. كان اقول له هات البريد. طلعت لحظة غريبة ورا. قول لنا سالفة تايلاند. أنا أقول لك سم
مره قاعدين بالسعوديه معزومين بالبر حطينا المندي شوي ولا نسينا طلبنا مطعم مشويات على المندي ترى زباله الوضع دقيقه يقول شغلات عاديه ويضحكون وما يضحك انا ليش جايب هذا اللي ابو ناصر حاطه بالديوانيه هذاك مو اللي ابو ناصر اللي يرقص ورا ما ادري شابه هذا المربيه مات هذا لا اليوم جابت البحرين انا اقول لك البحرين ماسك عليه مماسك هذا خق حبيبي لو سمحت كوكا خلينا نبدا يشتغلوا زياده لو سمحت لا تاذيني ابن الحلال قول لنا سالفه البحرين انا اقول لك هذه سالفه البحرين اقول سالفه البحرين انا اقول لك تفضل مره طال عمرك رايحين هني ولا صوت شنو انت تقول انت لا طال عمرك على حسب وين المكان هني كان صوت شامي مو شو اسمه بلال لا الثاني انور بعد مو بلال طلع انور البحرين انت ما دام حافظها وحافظها ليش ما تسولفها مو حافظها تدري شلون؟ بسكر الديوانيه سينابس ثبتك انت لا طال عمرك تعصب شوف انت كلها منك تعصب طال عمره ما يبي يقول ذبح لا بخلي هذا بخلي الديوانيه تحت 14 سنه يعني حضانة انت اللي مسوي النادي صحيح اذا ما لقيت له مكان حطه بقفص كاسكو اذا وعدك قفص كاسكو وحطه بالتليفون يعني مو مري واذا ما لقيت له اختر حط لك لينكس هذا لابس مقمود لابس دس زين اقول عندك شيء باكر لا فاضحك شنو ابيك توقف الصبح في المزرعه تسوي كذي ليش يعني شنو يعني الطيور يعني الزاعه والله مسافه البحرين البحرين هذا والله بيذبح على طال عمرك هذه ساعه البحرين يقولها مره قلت حق واحد من السكرتاري طلع عيب لك كرسي ثاني قدام لا خلنا متعود بالطياره الطيارة شنو؟ البزنس كذي وين تحب تسافر؟ يعني وايد والله كبد الري رحنا سيارة ما شاء الله بسيارة طلع منك بسيارة صغير حالة انت هذه سالفة البحرية اي قولها انا واحد من السكرتارية اللي اشتغل مدير مكتبي اي 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 عبد الوهاب اي صح اللي فلشته اي قلت له روح البحرين ادق علي زين ولا وين ما يدق عليك؟ ولا يدق عليك؟ دق علي من شارع البحرين. يا الله هذه هي؟ البحرين تافهه هذه. لا بس حلوه منك. حلو هذه سالفه يا ربي. الله يحفظك كنت شنو هذا؟ برفع اللي رجليه. قاعد يقط على اساس الله يقطع دوالك هذا بزنس صح؟ ايه مسافر وايد عليه صاير وين العمر وجباتهم؟ متى يوزعون وجباتهم؟ الله يقطع دوالك طال عمرك يا الله شنو تضحك ان شاء الله بس يعني شو صار؟ لا نزلوا التوايل اقعد انقطع فوق شلون تشوف أفلامك ومسلسلاتك اللي تحبها؟ سينما، تلفزيون أو من صاحبنا اللي درع من الديوانية؟ من اليوم ورايح الأفلام راح تيك لي عندك من هوليوود ومن الوطن العربي كله وبنى نظرة هذا البرنامج برعاية والمساسر الدعايات وهو حساب واحد ويشتغل على كل أجهزتك وها تقدر تشغل الترجمة لا بغيت تكتب رأيك بالفيلم أو حتى تشارك ربعك بالتواصل الاجتماعي AirPlay وانتهى الموضوع يح ما اشتركت تالي
معلم تعال شنو انت بتذبحني انت بتذبحني ناقص عمرك انا سياره بكل يوم مساري يا بطلعها تفضل مالك ايش فيك تفضل شنو ايش فيك انا هرب فيني انت برد ما عندك هو السياره شفتها انت تهرب من الدهن تهرب دهن اليوم تهرب دهن ما تهرب مخدرات يمكن منين تهرب دهن اصبر شوي منين تهرب دهن السياره شلون يعني منين تهرب دهن من من الماكينة من وين تهرب يعني من وين أنا مو كل يوم مثلا هيك يا فادي أنا من ست شهور عمي مسوي لك السيارة من ست شهور عبارك وايد ست شهور كنا أمس كنا أمس ست من ست شهور قمض عين فتح عين ست شهور قمض عين قمض عين خلي السيارة هني وروح خلاص ما أقدر ما أقدر خلاص روح بتاكسي شلون روح بتاكسي روح بتاكسي وفلوس مني حاسبني أنت حاسب عن حالك زين دير بالك عليها خلاص الحين أحط لك إياها بقوطي وأدفيها أنت تأكد بعد وين راح تصلي تاكسيني؟ وين راح؟ ايوه تعال تعال السلام عليكم مرحبا كم مودي من شرق ليه فنطاس؟ 5 دينار والله ليش 5 دينار واجد 5 دينار؟ ليه ما في خصم تسوي؟ والله 5 دينار لا عطنا اخر وايد 5 دينار ايش دعوه كاهي ماكو شيء من شرق ليه فنطاس ما يسوي عروض انت داخل؟ داخل رمضان في شيء؟ ما يجي ها؟ وش دعوة عليكم 5 دنانير انا اروح مش والله ولا شلون اروح مش انا للفنطاس اكل ادق على المطعم ادق على المطعم انا واحد يوعان ادق على المطعم واخلي يمرني هني ونروح مع بعض يمكن هو بعد مو ماكل كم هو واحد 8 ما ادري ادق 8 واخلي 8 حق باكر لا ادق عليهم حسن بس هذا التليفون شنو زلفي انا لو داق من زلفي اوفر لي